النهارده هناخد حاجه بقى برضو في الايرو ريفراكشن، تاني ايرو ريفراكشن، تاني اشهر ايرو ريفراكشن which is hyperopia which is common في young age. بالمناسبه كانسيدنس اشهر انواع الايرو ريفراكشن على الاطلاق is hyperopia مش المايوبيا. ليه؟ لان احنا واحنا اطفال صغيرين كلنا بنتولد عندنا هايبر متروبيا الا اللي عنده جنجيتال مايوبيا. الهايبر متروبيا اللي احنا بنسميها الفار سايتدنس، فار سايتدنس او طول النظر، طول النظر مش بعد النظر. هايبر متروبيا تعريفها الاوبتيكال، it is a refractive condition of the eye in which when accommodation at rest the incident parallel rays بتتجمع في one point focus lies behind the retina. اي ادي النورمال اي ابيرنس، ادي الهايبر متروب. بص الفرق ان الصوره هنا بتيجي بيهايند ذا ريتنا. طب اذا لو انا باصص على حاجه بعيده الصوره بتيجي عندي ورا الريتنا، طب لو الحاجه دي بقت قريبه الصوره ترجع ورا الريتنا قوي. يعني انا باصص على حاجه بعيده الريز بتبقى جايه ايه؟ بارلل، فالبارلل بتوع ورا الريتنا. لما ببص على حاجه اقل من 6 متر الريز بتبقى جايه ايه؟ دايفرجنت، فالدايفرجنت بتتجمع ورا اكتر. طيب خلينا نسال بقى السؤال الثاني. اف 2 بتاعت الاي دي بتبقى بيهايند ذا ريتنا. اهي ادي اف 2 مش على الريتنا، بيهايند ذا ريتنا. طيب بص في الامتروبيا، في الهايبر متروبيا بقى مين الريز اللي ممكن تقع الريتنا؟ اذا كان زي ما شفنا بارلل بتقع ورا الريتنا والدايفرجنت بتقع ورا الريتنا قوي، يبقى لا ينفع بارلل ولا ينفع دايفرجنت، لازم تكون ايه؟ كونفرجن. طب خليني اسالك السؤال الثاني، هل في مصدر ضوء حقيقي يديني كونفرجن ريز؟ الاجابه لا. اذا دي حاجه فيرتشوال بقى احنا مخترعينها من اولها لاخرها. ادي كونفرجن ريز، اهي بص كونفرجن ريز بمساعده الريفراكتيف سيستم بتاع الاي هتجيب الصوره على الريتنا، بس مصدر الكونفرجن ريز دي فين؟ هو ده السؤال. اهو لو مدينا الريز دي بطولها كده لقيناها اتجمعت في نقطه، النقطه دي فين؟ بيهايند ايه؟ بيهايند ذا ريتنا. اهي يبقى دي هي البنكتم ريموتم بتاعت العيان. البنكتم ريموتم اللي هي ابعد نقطه عن عين العيان بيشوف فيها صوره. طب هنا طبعا الموضوع يلخبطنا بقى، بعد يقول لك ايه ازاي ابعد نقطه عن عين العيان يشوف فيها صوره واضحه موجوده في قفاه ورا عينه؟ لا قلت لك دي معناها ايه؟ ان هو في حقيقه الامور ما عندوش نقطه حقيقيه قدام عينه يشوف فيها صوره واضحه. ده بفرضيه ان الاكوموديشن ات ايه؟ ات ريست. تمام؟ وحتى قلت لك دي انا بعملها فيه لما اعمل له ايه؟ لما اديله قطره بتاعت السايكلوبليجيا واقعده اجننه. يقول لك ايه الحمد لله انا مش شايف صابعي، ده انا مش شايف ايدي، ده انا شايف ايه؟ ده انا كنت جاي شايف حلو قوي. اوكي. انت ما عندكش نقطه حقيقيه بتشوف فيها صوره واضحه طالما الاكوموديشن كانت ايه؟ اترست. امال هو بيتغلب على دي ازاي؟ انه بيستخدم الاكوموديشن بتاعته 24 ساعه. بص المعلومه دي، لو انا جبت نقطه على الريتنا قلت هي دي مصدر الضوء بتاعي، يعني انا نورت الريتنا والريتنا ابتدت تطلع ضوء. الضوء اللي طالع من عين الراجل ده هيطلع دايفرجنت ريز، ده سيستم ضعيف اصلا يطلع الريز دايفرجنت، ما عرفش يلمها. طب لو انا بقى بص رحت راجع باللايت ريز، بص اللي طالعه دايفرجنت دي اهي، الريز طالعه دايفرجنت هو ما عرفش يخليها بارل ولا كونفرجن زي المايوب، فطلع لي دايفرجن زي ما هي اهي. لو انا بقى مديت الضوء ده لورا بص هيتجمع برضه في البنكتم ريموت. دي معنى كلمه ايه بقى؟ ان البنكتم ريموت والريتنا بتاعت البيشنت ار كونجوجيت في الصيف. يعني لو جبت النور من هنا هيروح هنا ولو جبت النور من هنا هيروح هنا زي اللي شفناها في المايوب، بس هنا الاختلاف ان البنكتم ريموت هنا فين؟ بيهايند ذا ريتنا. اي ادي البنكتم ريموت بتاعت العيان، هنا احنا عاكسين بقى، احنا جايبين الضوء من جوه لبره. تمام؟ فالبنكتم ريموت از ا فيرتشوال بوينت بيهايند ذا اي زي ما اتفقنا. وبعدين بص بقى الحركه دي، كل ما العيان يبقى مور هايبر متروب كل ما يبقى عايز مور كونفرجنت ريز عشان تقع على الريتنا بتاعته. طب المور كونفرجنت ريز هتتجمع فين بقى؟ قريب. لا بالعكس اتس كونفرجنت، فكل ما تبقى مور كونفرجنت تتجمع اقرب، يبقى كل ما انا عايز مور كونفرجنت كل ما الصوره تتجمع ايه؟ اقرب. عشان كده احنا حتى يمكن وحدنا الكلمه المره اللي فاتت قلنا ايه؟ كل ما كانت البنكتر ريموتم كلوزر تو ذا اي كل ما العيان عنده خطا اكبر مور امتروبيا. بس في المايوبيا القصه دي كانت مع الكورنيا، كنت جاي انت من ناحيه الكورنيا، كل ما تبقى اقرب من الكورنيا كل ما تبقى مور مايوبيا. هنا العكس، كل ما هتبقى بص اقرب للريتنا كل ما هتبقى مور هايبر متروبيا، لانك جاي من ورا بقى. يبقى ذا كلوزر ذا بانتم ريموتوم تو ذا ريتنا ذا هاير ذا هايبر متروبيا. طيب ريجاردنج ذا ايتيولوجي اوف هايبر متروبيا، الهايبر متروبيا بنقسمها برضه الى ريفراكتيف. تمام؟ والريفراكتيف طالما ريفراكتيف هتبقى اندكس وكيرفتشر. تمام؟ وبعدين الاكزيال اللي هو العين الصغيره، وفي الاخر حاجه اللي هي الابسنس اوف ذا لينس فروم ذا بيبيلري اريا اللي احنا سميناها ايه؟ الافيك.
تمام. طب ريجاردنج ذا ريفراكتيف، بص ادي الكيرفتشر، شوف الكورنيا دي ايه رايك فيها؟ ديز بلانا، ديز ا فيري فلات كورنيا، ما فيهاش كيرف خالص. ديز كورنيا بلانا، عامله زي البلين لايك. خدت بالك؟ ذيس از كورنيا بلانا، ذيس وان كيس، ذيس انذر كيس. فلات كورنيا، مفيش كيرف فيها، فيري فلات. هذه الجاردا اندكس، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان الدايابيتس بتعمل عكس اسمها. وشفنا المره اللي فاتت الهايبرجلايسيميا عملت مايوبيك ايه؟ شيفت. هنا بقى الهايبوجلايسيميا هتؤدي الى هايبرمتروبيك شيفت. ليه؟ في الهايبوجلايسيميا الجلوكوز بيبتدي يطلع من الايه؟ من اللينز. لما يبتدي يطلع الجلوكوز من اللينز في اتجاه الايكوس هيسحب وراه الميه. الافكتيف اندكس بتاع الكورتكس هيزيد، والكورتكس اصلا اذا نيجاتيف لينز يبقى الجزء النيجاتيف هيزيد. طب ده يضعف السيستم ولا قوي؟ يضعفه. لما الجزء النيجاتيف يعلى يبقى انت بتضعف هذا السيستم، يبقى دي عين ضعيفه. هنا بقى خلي بالك العينين الدايابيتك المحترفين عارفين القصه دي. يقول لك ايه؟ انا لما زغل وابقى متلج وعمال اعرق ومش عارف ايه وبتاع يبقى انا ناقصي السكر، انا باخد حته سكر وكده. انما لو زغللت ما بقتش شايف الحاجات البعيده ومش حاسس ان انا عرقان وبتاع، يا دوب اشرب كتير اكل كتير مش عارف ايه، يبقى انا عندي سكري عالي، ازود الانسولين شويه. لما العيان يقول لك ايه؟ انا ساعات ازغلل، ساعات دي يعني انترميتنت. طبعا استمع بقى، شيل بقى من دماغك الكاتاراكت، شيل من دماغك الريتنال ليجنز، شيل من دماغك الاوبتيك نيرف ليجنز، لان الحاجات دي مش ساعات ساعات. انما ساعات ساعات لازم تستبعد الدايابيتس، بالذات بقى لما تلاقي عنده شيفتس كبيره، يعني تلاقي حد مطلوب شيفت عاليه او مريض شيفت عاليه في نظاراته القديمه، لو هو انت عارف اصلا نظاراته القديمه. عشان كده برضه انا بحب اقيس نظارات العيال اللي هو لابسها عشان اشوف الشيفتس، هل هو حصل له مريض شيفت جامد، هايبر مطلوب شيفت جامد. لازم تشك لو الكاتراكت او اللينس او الحاجات دي مش ماشيه معاك، قول له على طول اعمل بلاد شوجر ليفل. الحاجه الثانيه اللينس، بص دي اللينس في مكانها العادي، ده الامتروب كده. لو اللينس كانت واقعه لورا، بص ذا بوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا لينس. بالمناسبه كلمه افيك يعني absence of the lens from the pupillary area مش from the eye. تعريف افيكيا كده، عشان كده احنا بنعتبر البوستيريور ديسلوكيشن از وان فورم اوف افيكيا. بس دي افيكيا واللينس لسه جوه العين، دي افيكيا واللينس متشابه. الافيكيا برضه تعمل هايبر متروبيك شيفت. يعني ايه هايبر متروبيك شيفت؟ يعني لو العين كان قبل الافيكيا دي امتروب هيبقى هايبر متروب، كان هايبر متروب هيبقى مور هايبر متروب. طب هاي مايوب هيبقى ليس مايوب او امتروب او زي الكلير لينس اكستراكشن. مش احنا ساعات العينين المايوب بتعمل لهم كلير لينس وما تحطلهمش حاجه يشوفوا كويس؟ ما هي دي، هو حصل له هايبر متروبيك شيفت لانك شلت له عدسه زائد 18، كانك حطيت له واحده ناقص 18. طبعا حكايه بقى الاكزل، الاكزل هايبر متروبيا زي ما قلت لك احنا كلنا بنتولد عندنا القصه دي. المفروض ان عيننا بتكبر 80% من الادلت سايز في سن ايه؟ سنه، 100% من الادلت سايز في سن 4 سنين، صح؟ في بعض الناس بقى عائلاتهم عينها ما تكبرش، واحد عينه كبرت وراحت واقفه عند حته معينه ما وصلتش للامتروب. وعلى فكره هو ده اللي جينيتيكالي ديترمنت. بس هما المجموعه دي بقى اللي عينهم قصيره، ان عند سن 40 سنه الليلس بتاعتهم هتكبر وتاخد ماكسيمم سايز في عين صغيره، تدخله في الاكيوت كونجستيف نارو انجل جلوكوم. اللي جينيتيكالي ديترمنت هنا مش الجلوكوم، الايجز الايه؟ هايبروبيا. فتلاقي العيله كلها كده. انا عايز اقول لك حاجه، انا ساعات ناس بس بتجي لي امبريوبك في 1 اي، تلاقي العيله كلها امبريوبك في 1 اي. الجينز فيها فاكتور مهم جدا في القصص دي.